بالله عن جد ست لما. مفكرة يعني إذا غيرتي قفل الباب أنا بنام بالشارع؟ لا حبيبتي، مو أنا اللي بقلع شوكي بإيدي، متجوز ثلاثة مو مشان أقلعهم أنا، أنا عم ضرتك وهي عم بتقلع لي شوكي بإيديها. إيه رمرومة؟ إيه حبيبي جاي. يلا باي باي. ما تشغل الخط. ألو رمرومة، أنت معقولة يعني؟ عن جد مانك معقولة. شو أنا جاي من آخر الدنيا ومشتاق لك من بين كل ضرايرك، مشان أنت تسكري بوشي. طبعاً مشتاق لك، لكن ماني مشتاق لك. إيه جاي، بس خليكي معي الخط، خلينا عم نحكي. يلا جاي. مرني عمي عمو عزام بيك. شوفوا لحيوان، جاي تركض معي هون بالحديقة على أساس يعني مثلي راس براس؟ الله يسامحك عمي عمو عزام بيك، خطوة تراجع. كأنه عقد الحب يلي بين بنتي لما وريم فرق، وإلك إيه بالموضوع مو؟ عم تظلمني كتير عمي عمو عزام بيك. شوفوا لا سوسة ولا حشرة، ريم بتطلقها ونقطع السطر. حيان أنا بشلك شل، أنا بدعسك دعس، عرفت؟ بخليك عبر اللي ما نعتبر. أعطيني الطاهرة مشان الحبة. أخذتها يا حيوان. إيه يا ريم الفلا، سجلت لك صوت عمي عمو عزام بيك وبعثت لك يا واتس مخصوص تعرفي مين حبيبك وزوجك ومين هي ضرتك واللي بيكرهك. ها ما راح اجي لعندك، روح يقلعي شوكك بايدك. خلص ولو خلص خلص، لا تبكي ولو بتعرفي نقطه ضعفي البكي. خلص بجي لعندك بس على شرط بتنفذي كل شيء بقول لك عليه. طيري بشوفك. حيان حفيت لعطيناك سوزان، هلا عم تجيب لي سيره الطلاق؟ لك انا بحبها لبنتك وما بدي طلقها. لك انا ليش عم تجيب سيره الطلاق؟ لك يا حماتي يا كول يا جميله يا سمبتيك، انت ليش مبحوته حماي؟ وبتعرفي اذا بيوقف بساحه الامويين ايده لحالها بتوصل على ساحه العباسيين من دون ما يهز له شعره او يتحرك من محله. ايده طايله شو بعمل له؟ هلكتني بطايله، شو اعمل له يعني؟ دبره. روحي جريندايزر، روحي والقلب داعيلك. قال طلق. في مغياب استنوني جنب السيارة بسرعة. عم جوا يا لطيف، لك منين هي جاي؟ شوب شو قلت يا غني؟ قلت كتير شوب. هو بس شوب؟ ولعنا توليع. لا وفوق الشوب الشباب هالأيام كله بيضايقك، يا حلوة رايح يا حلوة جاي، خدمة معك. يعني إذا الوحدة زوجة ميت ووحدانية ما بتلعب رياضة؟ أنا مضطرة ألعب رياضة. لا إذا بدك بسكر لك الجنينة وبتلعبي على راحتي. لا اي لا مو لهالدرجة، جنة بلا ناس ما بتنداس. أنا سلمى. شو قلتي؟ أنا سلمى. وأنا عزام بيك. ممكن أقول لك عزام بس لأنه عزام بيك هيك مكبرتك وأنت سيد الشباب. لك خسوا الشباب كله. قولي عزوز، عزمي، عزو،
حاف بلشي. برافو عليك يا حماتي لليوم، فتي فوتك بحماي الأولد. إذا ما بخليكم تدقوا ببعض يا ضراير أنتو ما بيكون اسمي حياه. شو؟ بتخافي حدا يشوفك معي؟ قلت لك أنا وحدانية، أنا ما بخاف على حالي، أنا بخاف عليك. أنت منصبك يعني بخوف. بخاف على سمعتك. رقمي اعطيتك يا ماما، خليني اسمع صوتك. باي. شعرات اولو رجل اولو. ايه عناصر محرز ما لساتنا بالاول. راح تدعيلي محرز ومربرب. هلا بهمني انه ما تطلق بنتي، فهمنا؟ إن شاء الله بتعدميني ببرات قطرة ومقطورة. وين صفيت السيارة؟ موجودة بس صفيتها بعيد عن العين. شو؟ حماك؟ ألو؟ شو بهالسرعة اشتقت لي؟ إن شاء الله بيشتاق لك عزرائيين إلك وإله. إي والله إذا ما بخليكم تدقوا ببعض يا ضراير أنا ما بيكون اسمي حياه. اشتاق لك. اهلا بست سلبا. شكرا. شو ما شاء الله شو الحلا كله هذا، يعني ما بعرف شو بقول. حليانه كثير. عيونك الحلوين. هلا انا بيقولوا لي انه عيونك حلوين بس يعني ما بنغر هيك ولا بيكبر راسي. شو شايف المحل فاضي؟ طيب حجزته كله هيك مشان ناخذ راحتنا بالحكي. ما بعرف شو كنت عم لك على التليفون اخر شيء. بأنك قضيت عمرك لبيتك وولادك ونسيت تفكر بحالك. ما شاء الله على الذاكرة تبعي، دقوا على الخشب. يعني مثل هيك ما بدك تقولي، يعني أنا وأم الولاد عايشين بس هيك من شان الولاد يعني. ما بعرف شو بدي أقولك. قولي موافقة. كنت بقول موافقة بس بالي مشغول بأمر ما بقدر أقولك موافقة. شو هو؟ بصراحة زوج بنتي بده يطلقها. وليش هالوقت بده يطلقها؟ شو هالندالي هي يعني؟ قال لأنه متزوج وحدة تانية. وإذا تزوج وحدة تانية وثالثة ورابعة وين المشكلة؟ شو اسمه؟ اسمه حيان. حيان؟ إذا بنتي بتضلها متزوجة أنا بتزوجك. أنا بصراحة عملت هذا الاجتماع هون بمكان سري بعيداً عن موقع العمل منشان يعني هيك ناخد راحتنا بالحكي وما حدا يحس بأي ضغط ولا بأي تهديد. وبعيد عن بيتك يا ريم وعن بيت بنتي لما وعن بيت صهري الغالي حيان، يعني منشان نكون كلنا متساويين أمام القانون وبدون أي محسوبيات. بابا بس حيان لسه ما طلق. رح طلق عمو. شو طلق وما طلق؟ شو بك لما؟ يعني بنات اللاس لعبة بين إيديكي؟ أعطيني الطهرة. بلا. بابا أنت شو عم تقول؟ عمول يا بابا إنه خراب البيوت كتير سهل بس إنه نعمر بيت بمحبة وتفاهم صعب كتير. إذن يبقى الوضع كما هو عليه. شو رأيك يا ريم؟ أنا موافقة، ما عندي مشكلة يكون متزوج تنتين غيري بس بشرط يراعيني وما يأثر بحقي. بتتعهد بهذا الشيء يا حيان؟ طبعاً عمو بتعهد. أنا مالي موافقة. لما بلما يا عم، أصلاً أنت ترباية أمك وما علمتك تتحملي مسؤولية. من اليوم ورايح أنا اللي رح ربيكي. خلينا نصوت على القرار برفع الأيدي، مين مع؟ الله أكثر يعني صوتي مثل بعضه. خلص
أنا بالنسبة لي انتهى كل شيء والاجتماع انتهى. أنا عندي عرس لازم عندي اجتماع تاني بالإذن. الله معك عمي عمو عزام. بشوفك حياة. وأنا بشوفك. دير بالك. حبيباتي انت وياها، يوم عندك ويوم عندها ويوم عند الثالثة. هلا بقية الأسبوع اللي بتدللني أكثر هي رح تكون صاحبة الحظ السعيد. فهمتوا حبيباتي؟ واحد اثنين واحد اثنين على مهلك يا ابني. حاضر عليك. واحد اثنين يا لطيف السويدي شو بتتعب هالتمارين. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد. اتركوا عمي عمو عزام بيك. هلا انا عم فكر بالرابعه، بس قلت لحالي ما بصير اعمل اي شيء بدون ما اشاورك وفرجيك صوره حماتي. مبروك. عناصر غمضوا عيونكم لاشوف. فرجيني. صح عمي عمو عزام بيك. انا كل يوم بتمرن هون. نفس اليوم يعني بنفس كل يوم بنفس المكان يعني. اليوم عناصر شعراته ولو جماله ولو طعمرك على هالذوق. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.